السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الاخوان كل شيء بخير وعلى خير، كل اعضاء تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الاخوان كما كتعرفوا بعض الاخوان راهم بداوا في فترة التزاوج، البعض الاخر راه هو على الابواب، منهم انا ان شاء الله هذا الاسبوع هذا المقبل غادي نطلق الزواج ديالي. طبعا الاستعدادات كتكون في مراحل عدة بالنسبة لي انا. المرحلة الاولى طبعا من مورا فترة غيار الريش كتكون فترة ديال الراحة، وبعد فترة الراحة كنبداو نعزلوا الذكور مع الإناث اللي غادي نخدموا بهم. إذا هذه الفترة هذه راه دازت، هذه المرحلة هذه دازت، وطبعا المرحلة اللي وراها كتجي كنديروا الذكور مقابلين مع الإناث. هي طريقة الخدمة ديالي أنا، ما كتعنيش كاين اللي كيدير الإناث بوحدهم كيخليهم مجموعين وكيدير الذكور في قفوزة بوحدهم وكيدخل الإناث كيدخلهم على الذكور. أنا كندير كل ذكر مقابل معاه الأنثى ديالو، كما كتشوفوا على اليمين كيكون الذكر وعلى الشمال كتكون الانثى. طبعا كل قفص انا عندي كيتقسم على جوج كما شفتوا في الفيديوهات الاولين، وكنفرق غير بين كل كوبل وكوبل، ما كيبقاش يشوف بعضياته. كما كتشوفوا هنا هذا الكوبل راه ما كيشوفش في هذا الكوبل هذا، وهذا الكوبل هذا ما كيشوفش في هذا الكوبل هذا. اذا ما كنخلي بيناتهم انا، طبعا الانثى راه كتشوف الذكر ديالها باش انها كتولف عليه وكيولف عليها. ومن بعد ملي كتجي الفتره ديال التزاوج كتكون وجدت، راه كنطلق الانثى. اذا هذه المرحله الثانيه ديال وضع الذكور مقابل الاناث، مقابلين مع الاناث ديالهم. والفتره الثالثه المرحله الثالثه اللي كنديرو هي انا اللي كندير كنقيد. طبعا كنكون الصغار كما شفتوا في الفيديوهات الاولين كنكون ديجا معلمهم بالنوامر ديالهم، كل طائر عنده النمره ديالو. ولكن كيكونوا الكبار اللي هما مثلا ديال 2019 كندير لهم النوامر ديالهم. هذه دي الشيء العمليه اللي درت قمت بها اليوم، كندير النمره ديالو النمره 19 ادلت، وكنكتب نمره السطام ديالو والسنه ديالو. علاش حنا غنشوفهم بعد؟ علاش هذه مثلا الانثى ديال السنه المسؤول الشمالي عندها النمره ديالها، هذا ذكر ديال 2018، اذا كنكتب النمره ديالو 61 والسطام ديالو الى اخره. ناخذ مثال اخر في طائر مثلا الجلوستر، هذه انثى مثلا عندها النمره ديالها، والذكر اللي غنطلقوا معها ان شاء الله راه هو عايم مدوج، عنده النمره 80 158 119. علاش هاد العمليه؟ اولا لان حنا كنتبعوا التزاوج. ما معنى كنتبعوا التزاوج؟ كنقيدوا الذكر مع الانثى في كما وريت في الفيديوهات، كاين طرق عده في الكتاب ولا في الحاسوب ولا هذا، باش ملي كنبغي نقيد ما كنبقاش نشد الطير. هذه الاولى، علما ان عنش الطير واحد المرحله اللي هي تجي من بعد ديال التقصاص ديال الريش. لكن اليوم لنفرض هنا اليوم بديت الصباح درت نيتواج ديالي ديال السيمانه، ودرت هذه العمليه ديال الترقيم ديال الطيور. اولا كتنفعني باش كنتعاود نتاكد، كنرجع للكتاب الكتب ديالي الاولى باش كنشوف واش هاد الذكر واش ماشي الاخت ديالو، واش هاد الذكر ماشي بنته ولا شي حاجه. المهم كنعاود نحاول نقلب باش نشوف الدم راه ما ملاقيش، ولا كان ملاقي ما يكونش قريب جدا، يقدر يكون ديال العم ولا ديال الخال ولا هذا، ماشي مشكل على حسب الخدمه اللي كنديروا حنا كل واحد. من بعد ملي كنجيو لهاد المسالي وكاع الارقام، وكنكونوا فيريفينا واش الخوت ما كاينينش مع الخواتات ولا الاباء مع الابناء ديالهم، كنجي فتره ديال التقياد ديال الطائر في هذا الكتاب هذا. علاش مازال ما قصصتش انا؟ ان شاء الله غدا بحول الله، لان اليوم هذه الثلاثه ديال العشيه، وكنفضل ودي نصيحه كنفضل ما نشدش الطيور ديالي مع الزوال. علاش؟ لان ملي كتشد الطير كيستريسا، كنقطعوا ليه الريش، كنقطعوا ليه الظفار، كنديروا ليه تقطيره، اذا كيولي عنده ستريس. اذا درنا هذه العمليه بالعشيه ما كيبقاش عنده الوقت الكافي باش انه يحيد ستريس بين ما نعس، بين ما جا وقت انه غادي ينعس. وكنوليو بعض المرات كناخذوا الريسك ان الصباح كيكون الطائر ماكلاش، لان كان ستريسي وجاع الليل كامل، والصباح كيولي منهك كثير. اذا نفضل هذه العمليه نديرها بالصباح.
اذا اليوم انا غادي نقيد الطيور ديالي كامله، لان انا فيريفينا كما قلنا الخوت راه ماشي هما هذوك وكل شيء بخير وعلى خير. قاعد الاقفاص اللي كتشوفوا بانهم من راه هما مقابلين وقدروا يتلاقاو. طبعا كنرجع ان واحد النقطه بين قوسين راه هضرت فيها قبل، التزاوج راه كنديروه طبعا باش نشوفوا ستاندار اللي غادي يذكر غادي يولي من الانثى، ما كنلاقيوش غير الذكر اللي موجود مع النتوه الموجوده، ولكن كنقلبوا على الانثى اللي غتكمل الذكر. هذه بين قوسين. اذا من غادي نجيو دابا نقيدوا حنا الطيور ديالنا، غنقيدوهم بلا ما نبقاو نشدوا جمرات، نشدوا الطائر ونقيدوا النمره ديالو. راه درت هذه العمليه السنه الماضيه، غير هو كتاخذ لي الوقت بزاف، لان ما كتجي تقيد في كل طائر في البلاصه ديالو وتقصص ليه الريش ودير هذا، كيولي ياخذ عندك الوقت كثير، لا بالنهار ديالك انت لا في الستريس ديال الطائر. الطائر كيولي كيبقى في المده في اليد ديالك مده طويله. اذا ما امكن ان مثلا هذه كل عام حنا كنحاولوا نجدوا ونحاولوا نقلبوا على الطرق اللي هي مزيانه. انا غادي نقيد دابا بلا ما نقيس الطيور، لان انا درت لهم من الاول ديال من سالو التفراخ درت هاد النوامر ديال الطيور الصغار، واليوم درت الصباح نوامر ديال الطيور الكبار. اذا غادي نبدا نقيد انا تدريجيا، ناخذ الوقت على خاطر الطيور راه في قفوزهم غنوصل لهم ويوصلوا ليا. نقيد واخا تاخذ لي ساعه ولا ساعتين ديال التقييد ماشي مشكل، وغدا ان شاء الله في الصباح غادي نقصص الاناث والذكور الريش ديالهم، ندير لهم تقطيران، ندير لهم نقطع لهم الظفار ونطلقهم في قفوزاتهم. والنهار الثالث ان شاء الله اللي هو نهار الثلاث غادي نركب الاعشاش الاناث اللي هي موجوده اكثر، وحنا نحاولوا نديروا فيديو ان شاء الله فيما بعد على قبل هذه القضيه ديال الاناث. بالنسبه للاناث راه ثاني بين قوسين نقدروا نهضروا في هذا الموضوع، ولا راه هضروا فيه بزاف الاخوان. الاناث طبعا كاين اناث اللي كيكونوا ديجا وجدوا قبل من اناث اخرين. انا عندي شي اناث اللي بداو كيبيعوا في البيض خاوي، ماشي مشكل، انا نفضل انني نتعطل نهار ولا يومين ولا ثلاث ايام ونعطيها العش من يكون انا موجود، زعما من يكون انا نعطيها العش مع النتاوي الاخرين، نعطيها العش من يكون الذكر ديالها موجود، وبلا انا نطلق عليها الذكر والذكر ما موجودش، وغادي تبقى تبرك وتقرق وندير لها العش، وفي الاخر ما غاديش تخرج داك الشيء كما بغيت، لان غيولي بيضه عامره من اربعه ولا هذا، وعتعيا هي اللهم تلوح البيض في الارض وماشي مشكل، راه غادي ترتاح وعتعاود ثاني تبيض. ونتفضل انا ندير هذه العمليه ملي كنطلق الاناث، ماشي كاملين لان ماشي كلشي كيكون موجود في نهار واحد، كيقدروا يوجدوا على سيمانه ديال الفرق، لكن غدا ملي غادي نقلب انا في الطيور باش نقصص ليهم راني غادي نعلم الاناث اللي هي موجوده وخاصها العش عما قارب. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله غدا بحول الله ونتبعوا فهمتي، نشوفوا كيفاش نشوفوا انتو. غير هو الاناث دابا راه هما كاينين الاناث اللي كيبينوا لك انهم موجودين، علاش كتشوفهم من كيبداو ينتفوا في الريش ديالهم من الظهر ديالهم مثلا، كيبغيو باش يقلبوا على شي حاجه باش يصوبوا العش. هذه العلامه الاولى. العلامه الثانيه طبعا كتصوت عليها كتلقى كرشها موجوده. العلامه الثالثه كتلقى بعض المرات الحركات اللي هي كتكون غير اعتياديه عند الانثى، كتحرك بزاف، كدور، كتنقز، كدير بعض المرات شي حركات اللي ما كنعرفوش ديرها في فتره عاديه. اذا هادو علامات من الانثى راه هي موجوده وباغا تزاوج. لكن كيبقى طبعا المهم اللي هو اهم اكثر هو الذكر، لان ماشي الانثى راه غير كتوجد، اذا كان الذكر ماشي موجود راه كيكون بعض المرات البيض خاوي وكنضيعوا الوقت وكنعيوا الاناث على والو. اذا نشوفوا دابا هذه القضيه ديال التقييد كما قلنا. اذا هاد الكتاب هذا كما كتعرفوا راه انا هضرت فيه في فيديو الاخر، هذا غنديرو 2021 ان شاء الله. وهنا ما غاديش انا نديرو فيديو في التقييد كامل، غادي نبداو حنا بالزوج رقم واحد. كنفضل نكتب بقلم الرصاص. علاش قلم الرصاص؟ لان قلم الرصاص غدا بغيت مثلا ذكر نحيدو مات ليا ولا ما خدمش ولا بغيت نبدلو ندير ذكر اخر، كناخذ غير قومه وكنمسح. اما الا كتبت بالستيلو كيولي عندي خاصني نبدا نمشي نحيد الستيلو، ما عنديش باش كيبقى لاطراس وكتبقى تولي مع هذا. كنشوف اذا هنا عندي هاد الكوب رقم واحد، طبعا راه كنكون علمت الاقفاص هما الارقام ديالهم. هذا الذكر على اليمين والانثى على الشمال. الانثى راه هي بنت العام 2020 والذكر ولد 2019 147. اذا كنقيدهم. الانثى كما قلنا النمره ديال الباك 202 السنه 2020. الكولور هذا هنا هذا كوبل ديال الكلوستر، نكتبها هنا باش 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 تبقى معلمه. الكولور الانثى بغان جون،
والبروفونونس 158 ام اللي هو السطام ديالي انا. كومونتير الساعه ما كاينش كومونتير، نقدروا نكتبوه هنا. هي انت كونسور ذكر، النمره ديال الباك ديالو 147، اللون ديالو جون فير، نقدروا نكتبوا هنا انتنسيف باش نعقلوا. بروفونونس هذا جاي من الالمان، كومونتير كورونا سنه 2019. ملي كنقول جاي من الالمان بيان سور راه كاينه النمره ديالو، نقيدو حتى هي باش ا زد 47 766 زد 47 766 باش نبقاو عاقلين عليه. من بعد غادي نبغيو نقيدو، انا فمي كنبغي نقيدو في الحاسوب ديك الساعه راه نقيد. هذا هو الكوبل الاولاني، وغندير كذلك الكوبلات الاخرين، وبهذه الطريقه كندخل جميع الكوبلات ديالي كندخلهم هنا في هذا الكتاب هذا، وغندخلهم في الاورديناتور من بعد. وغادي نكون ديك الساعه ما نضيعش الوقت انا بزاف، نشد كل طائر بوحدو، وما غيكونش ستريسيس الطيور، غيكونوا كل واحد راهم مرافق في وسطهم، انا خدام بوحدي ومرافق في وسطهم. وبهذه الطريقه راه كنحاولوا نتفادوا ما امكن ستريس للطيور وتضيع الوقت لينا حنا وصافي. نتمنى من الله هذا الفيديو يكون عجبكم، وطبعا في انتظار الفيديو الثاني اللي هو ان شاء الله غادي يكون على تخصص ديال الريش، واخا حنا درناه العام اللي فات، نعاودو نديرو واحد الطله هذا العام هذا، ومن بعد في التقيات ديالهم في الحاسوب ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.